أشكرك كثيرا أيها العفريت، إليك قصتي. كان ذلك قبل 30 سنة، كنت أملك ثروة وأعيش مع زوجتي وابني في سن 10 في إحدى القرى. خرجت يوما إلى أعمالي ورجعت إلى البيت بعد غياب طويل. رجعت محملا بالهدايا، لم أجد زوجتي، بل أختها المطلقة من زوجها تنتظرني في البيت. ما فهمته منها أن زوجتي وابني اختفيا بعد ذهابهما إلى البرية ليقطفا التوت، وإذ لم يرجعا ظن الجميع. لا تعسك، لنذهب ونرى ما اخترته. حاضر، يجب أن نهتم كثيرا بالضيوف ليلة عرسي. بقرة مسمنة فعلا. لم أفهم لماذا أخذت البقرة تزرف الدموع عند رؤيتي.